ما هي الطريقة الأفضل للموت؟ كتب الدكتور ريتشارد سميث في مجلة بريتش ميديكال الإلكترونية أن الموت بالسرطان هو من أفضل الطرق للموت، وعلل رأيه هذا بأن مريض السرطان باستطاعته أن يودع أهله وأصدقائه، كما يمكنه أن يترك رسالة أخيرة قبل موته، وأن يزور أماكنه المفضلة للمرة الأخيرة، وبحسب معتقداته يتحضر المريض بالطريقة الأنسب للقاء خالقه، أو لأن يتقبل فكرة أنه سيصبح في عداد المنسيين، غير أن أي شخص عرف أحدا في حياته عانى من السرطان ومات بسببه سيعتبر أن ما يقترحه الدكتور سميث عبارة عن تفاهة، فالسرطان يأكل جسم المريض من الداخل ويجعل منه كائنا شبيها بالإنسان. هو بالفعل مرض خبيث، لذا لا بد من وجود طرق أسهل وأقل إيلاما لمغادرة هذا العالم. فماذا عساها أن تكون؟ أولا، الموت بتخفيض حرارة الجسم. هذه العملية هي عبارة عن رحلة طويلة تتعدى الارتجاف وتخدر الجسم. فقد أشار البعض في أن نهاية الأمر ستشعر برفاهية مذهلة لدرجة أنك سترغب في أن تترك لتحتضر حتى لو حاول أحد ما إنقاذك. في كتابه بريث لاست بريث، أعطى الكاتب بيتر ستارك تفصيلا علميا لما تتضمنه عملية تجميد الجسد حتى الموت، حيث يبدأ جسدك بخسارة طاقته بعد قضاء ساعات طويلة في جو بارد، وبهذا الوقت ستبدأ بالهلوسة وحتى قد تشعر بالدفء في الواقع. يمكن أن تشعر بالدفء الشديد لدرجة أنك قد تمزق ثيابك. عندما تنخفض درجة حرارة جسدك عن الحرارة الطبيعية، أول ما يصيبك هو فقدان في الذاكرة، فلن تعي ما يجري من حولك. وكلما انخفضت الحرارة أكثر، كلما تعطلت وظائف جسدك أكثر. فأولا ستتوقف عن الارتجاف عندما تصل حرارة جسدك إلى 31 درجة مئوية، بعدها سيتوقف دماغك فلن تتعرف على وجه أمك حتى، هذا إلى أن تصل حرارة جسدك إلى 29 درجة مئوية، حيث ستمزق ثيابك. كما من الممكن أن تدفن نفسك تحت الثلج. ولكي تتراجع حرارة جسدك إلى ما دون 21 درجة، والتي عندها يموت الإنسان، يتطلب الأمر ساعات طويلة حتى ولو كنت متواجدا في مناخ ما دون الصفر. لذا فشعور الفرح والخفة يأتي بعد ألم وعذاب طويل. إذا هل يستحق الأمر كل هذا العذاب؟ الموت غرقا. هناك حكمة شعبية تشبه الغرق بالعناق أو الرجوع إلى رحم الأم، لكن بعيدا عن الأحكام الشعبية، فما يحصل حقا عندما تواجه الغرق هو أن جسدك سيحاول القيام بكل ما بوسعه للحول دون امتلاء الرئة بالماء. وقد وصف الكاتب سيباستيان جانجر ما يحدث للإنسان خلال الغرق في كتابه The Perfect Storm، فالنقص الحاد للأكسجين في الدم يسبب بفقدان الذاكرة، فبالنهاية سيتنفس الإنسان الماء للهواء. هذا بالإضافة إلى أن 10% من الذين يموتون غرقا هم يموتون بسبب الاختناق لا بسبب امتلاء رئتهم بالماء، في حين أن 90% الباقيين يواصلون التنفس حتى يفقدوا الوعي. قد يكون من الممتع شعور الاستسلام لتناقص الأكسجين من جسدك، ولكن كل ما يسبق هذه المرحلة هو عبارة عن معاناة مميتة. الموت بقطع الرأس. بالطبع لن تكون هذه من أفضل الطرق للموت، خصوصا بعد الفيديوهات التي نشرتها الدولة الإسلامية، حيث قامت فيها بقطع رؤوس الصحفيين ومشاهدة هؤلاء يتعذبون بمثل هذه الطريقة. مع ذلك هناك شيء فريدا من نوعه بالموت عن طريق قطع الرأس، خصوصا باستعمال المغسلة. فقد أفاد الطبيب الشرعي والكاتب شياريبوسكي أنه لا يمكن تصور طريقة أسهل وأسرع وخالية من أي ألم كهذه. ففي هذه الحالة يتطلب موت الإنسان احتكاك الشفرة بعنقه لجزء من الثانية ولن ينجو أبدا. فالانخفاض المفاجئ في ضغط الدم سيفقد الإنسان وعيه بسرعة كبيرة، وبعدها سيموت بسلام. كما أن نسبة الفشل ضئيلة جدا. مع ذلك لم يتم إعدام أي شخص باستعمال المقصلة منذ العام 1977، وعلى الأغلب لن يتم تداول هذه الطريقة مجددا. ولن ننسى شناعة هذه التجربة بالنسبة للذين سيجدون جسمك ورأسك منفصلان. رابعا، الموت خلال النوم.
ليس من المفترض أن يموت الإنسان خلال نومه، حتى حين يحدث ذلك فهي غالبا تكون حادثة أليمة ومرعبة خاصة مع الأشخاص اليافعين. حتى مرضى السرطان الذين لا يستجيبون بشكل كبير للعلاج هم غالبا ما يحاولون المحافظة على وعيهم، وحتى بعد موتهم يلجأون إلى التنفس الطبيعي. أما بالنسبة للحالات القاتلة والمفاجئة كالنوبة القلبية مثلا، فهي حتما ستوقظك من النوم، مما يعني أن تموت خلال النوم هو أمر نادر الحصول. وللتعرف أكثر على حالة الموت خلال النوم، نذكر هذه الأفكار التي نشرتها صحيفة فيرجينيا بيلوت. الموت خلال النوم هو في كثير من الأحيان كناية عن انتحار. إن انقطاع التنفس خلال النوم هو الذي يؤدي إلى الموت، خاصة لدى كبار السن. يمكن للسكتات القلبية أو تمدد الأوعية الدموية أن تسبب الموت خلال النوم أيضا. ونذكر أن الموت بالسكتات القلبية المفاجئة هو من أكثر الأسباب المؤدية للموت خلال النوم. هذا وبعد المرور على مختلف الطرق التي من شأنها أن تنهي حياة الإنسان، قد لا يوافق الجميع الدكتور سميث أن الموت بالسرطان هي الطريقة الأنسب، إذ أن الموت عن طريق سكتة قلبية ليست بهذا السوء أيضا، فقد لا يستيقظ منها الإنسان أبدا، أي أنها قد تكون الطريقة الأنسب للرحيل عن هذا العالم، أو عن طريق مقصلة ربما.